الله راح توزع مجموعة من الحقائب اللي فيها الملابس الشتوية، شيء بسيط لهم بما يقومون به في دعم هذه البلد. ونشكر هيئة الأشغال ونشكر شركة شفرون فيليبس على دعمها الدائم للمشروع هذا المدني. يعني شكرا. احنا اليوم صراحة نرحب بإخوانا الهلال الأحمر القطري ونشكرهم صراحة على هذا التعاون الدائم معانا في العمل الخيري وفي الشراكة المجتمعية، ونشكر الصراحة أيضا شركة شيفرون فيليبس معاهم اللي قدموا هذه الهدايا لشريحة العمال اللي قائمين على بناء المشاريع في أشغال وللدولة طبعا. وهذه الشريحة طبعا تهمنا، ودائما احنا من بين فترة وفترة نعمل لهم مبادرات مثل هذه ومبادرات أخرى أيضا نشاركهم معانا ونكون يد بيد معاهم. وإحنا حريصين دائما صراحة على التعاون مع جميع الجهات اللي تقدم الخدمات الإنسانية والجليلة للشريحة هذه. نشكر صراحة جهودهم معانا، ونتمنى أن يكون هناك تعاون أكثر وأكثر مع باقي الجهات في تكريم هذه العمالة على ما يقدمونها صراحة من مجهود في بناء الوطن.